السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. وسبحان الله العظيم، الله يسمح لنا من الأمهات. الأمهات الأبناء ديالهم حينما يصلون إلى واحد سن معين كيكون همها الأكبر أن ترى ابنها أو ابنتها في بيت الزوجية. كتمنى كل أم أن ولدتها من اللي كبروا يتزوجون ويديروا البيوت ديالهم، وتكون عندهم العائلة الجديدة، الأصهار ديالهم، ويشوفوا ولدتهم، لأن أعز من الولد هو ولد الولد، كيكون محبوب، والأم والأب كيفرحوا جدا لما كيصيروا أجداد. لكنهم يستاءون ويشعرون بالخوف والذعر ملي كيلقاو البنت أو الولد وصل لواحد المستوى من الكبر وعنده الإمكانات وبقي ما كاين لا زواج ولا يخطر على باله. في الغالب أن بعض الأمهات والآباء كيشعروا بالخوف، كيقولوا ماذا وقع لأبنائي؟ واش عندهم شي مانع من الموانع؟ أو عندهم شي عيب من العيوب في أجسادهم أو أنفسهم أو ماذا؟ كنبغي نطمن أم ريان بأن هذه الحالة هي حالة عادية وبسيطة جدا جدا. الشباب اللي هما في الثلاثين يعني ماشي مشكل انه باقي ما تزوجش. البعض كيضحك كيقول لك الموضه في القرن الـ21 صارت هي الـ40، يعني ان كنلاحظوا بان عدد كبير كيتزوجوا في الـ40، ما بقاش ذاك الزواج المبكر اللي كان في الجيل السابق اللي كيتزوجوا ناس في الـ20 وبعد ذلك في الـ30، ولا الموضه الناس كيتزوجوا في 34 35 الى الـ40. لماذا؟ لان هناك غلاء المعيشه، والشاب تجده يطيل المده في الدراسه للحصول على الشواهد، ثم يطيل المده في العمل للحصول على الاجر وعلى الثمن، ليقتني الشقه وليشتري السياره باش يكون واحد النوع من عريس كامل مكمول. ثم ان جو ربما اللي كيخاف من الزواج كيسمع مجموعه ديال الصراعات والخلافات الزوجيه تنتهي بالطلاق، كيعود يخمم، كيقول لك مية تخميمة وتخميمة ولا ضربة بالمقص، كتلقى يتخوف كل مرة هناك تعديل في قانون الأسرة، كل مرة هناك قوانين جديدة ربما قد تكون مخيفة ومزعجة. كل هذه الأسباب وغيرها كتخلي بعض الشباب يبعد. وكاين اللي كتكون عنده واحد اللي اشتبه بعيني أن الشباب تأخروا في الزواج، كان عنده مشكل عاطفي، أنه ربما كيبغي واحد الفتاة معينة يرغب في الزواج منها، ولكن ما كتبش ليه الله تعالى هي تزوجت مع انسان اخر وربما عنده فرصه ديال الحياه احسن منه، ربما عنده مال اوفار، عنده وظيف احسن، عنده مقام اجتماعي ارقى، فكيبقى كيشعر بالخذلان، كيقول لك انا عندي صدمه عاطفيه ان فلانه كنت اتمناها ولكن لم استطع ان اصل اليها، وبقت الحرقه ديالها في قلبي، وكيبقى انه بنت حواء ما كتعمرش لي عينه، كيبقى هكذا شعر بالوحده وشعر بالخذلان. كنبغي نقول هذه كلمه للشباب جميعا، ان الحياه الدنيا هي قصيره، وان الزواج هو مساله قضاء وقدر مبرم في السماء، يعني لا داعي لكي نفكر ولكي ندبر ونقلق راحة آبائنا وأمهاتنا. الزواج هو قدر محتوم بالزمان والمكان والساعة والجزء من الثانية، بحال الزواج بحال الموت. الموت هو قدر محتوم، كل واحد فينا غيجي الأجل دياله في المكان المحدد والزمان المعين والكيفية التي اختارها له المولى، هادشي مكتوب في السماء، الموت محدد، وكذلك يلحق به الزواج. الزواج هو شيء مقدر على الله تعالى على الإنسان، وقدره الله تعالى بالزمان والمكان والكيفية. فالأقول لجميع الآباء والأمهات والشباب ديالنا غير يطمئنوا، هذه المسألة ما يبقاش يحرق نفسه ويحرق الفكر دياله، يقول يا ليتني وقع كذا، يا ليتني لم أفعل كذا، يا ليتني، كيبقى يفكر وكيحرق لي فيزيبل ديال الدماغ، وكيتصاب بمرض نفسي ومرض عقلي وحرقة في نفسه. هذا مضيع للوقت، خلي الامر كما هو، ربي عز وجل سوف يؤتي بالاجل. الا كنا غنديروا شي مبادرات وهو بالدعاء. المبادره تكون بالدعاء، لماذا الدعاء؟ لان القدر لا يغلبه اي شيء،
إلا الدعاء. وخدر المبادرات القدر وخدر المبادرات الدنيا كلها، لن تستطيع أن تغير منه حرف واحد، لأنه مكتوب ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في السماء إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، كل شيء مكتوب، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم. هذا الأمر يسير على الله سبحانه وتعالى، إن ذلك على الله يسير، لا يتغير بروح المبادرة، وإنما يتغير بالإكثار من الدعاء. الدعاء 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 الدعاء، ما الذي يقع؟ هو أن الله تعالى يهيئ لك من أمرك رشدا، ويقرب البعيد، ويفتح القلوب، ويفتح الأبواب المغلقة، ويلاقي بين الأحبة. الدعاء، قال صلى الله عليه وسلم: لا يغير القدر إلا الدعاء. لهذا أم ريان بغيتك لله تجتهدي مع الوليد ديالك بالدعوات، أن يختار له الله تعالى أطيب وأنبل البنات باش تدخل عليهم بركة مسعودة، وإن شاء الله بالدعاء ربي غادي يكمل له الرجاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهيئ له من أمره رشدا، وأن يختار له أطيب وأنبل البنات تدخل عليهم بركة مسعودة بالرزق الوفير والخير الكثير والدرية الطيبة بالذكور والإناث. وإن شاء الله تعالى في هذا الشهر الفضيل، شهر شوال، هو الشهر المناسب للخطبة وللقران. الناس اللي كيفكروا في الزواج نقول لهم بادروا بادروا في هذا الشهر، شهر شوال، من السنة النبوية الشريفة أن يكون الخطبة والعقود القران والبناء يكون في شوال بعد رمضان. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان قد خطب أمنا عائشة في شوال، وعقد عليها في شوال، وبنى بها في شوال، فكانت تقول: كنت أسعد نساء النبي صلى الله عليه وسلم، لأن اللقاء معه كان في شوال. فأسأل الله تعالى أن يديم الأفراح والمسرات على الجميع. أسأل الله سبحانه وتعالى جميع بناتنا وأبنائنا وشبابنا وشاباتنا أن يزيل عنهم المانع ويرزقهم القبول. اللهم احفظهم من عين العائنين وحسد الحاسدين وكيد الكائدين وسحر الساحرين وشر الخلق أجمعين. اللهم ارزقهم جميعا القبول، واختر لهم يا ربي الأنيس الذي يؤنس وحشتهم، واختر لهم يا ربي نصفهم الآخر الذي يسعد قلوبهم، واجعل زيجاتهم زيادة خير في الإسلام بفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين. قولوا معنا جميعا آمين 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 يا رب يا كريم. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.